ألو، نعم، نايم لهالوقت؟ شو هالحكي؟ لا مو نايم، خطر على بالي اتسطح شوي قام خفيت. لازم ترجع مراد. توأمي، شكلك ما فهمت اللي قلته هديك المرة. لا فهمت وكتير منيح كمان. ايه ليش عم تقلي هيك؟ معناتها السفينة تبعنا غرقت مراد، كليلي واحد غرقت، والمصيبة كمان جاهد وسليمان الله يرحمهم، اتنيناتهم ماتوا غرقانين. مصطفى نفد، نشكر الله، هو والريس كمان نفدوا. ألو، عم تسمعني؟ ايه معك. أنا ما خبرت مصطفى بشي، قلت له إنك عند رفيقك بالجبل، ارجع قبل ما الموضوع يصير أسوأ، واللي عطيك السيارة اللي معك رجع له إياها. ارجع على بيتك يا توأمي. ألو مراد، عم تسمعني؟ ألو بنتي، اتصلتي بأختك؟ رح تجي ولا لا؟ قالت لي رح تجي. طالعة كتير حلوة اليوم. أنا مو حابة اسمع هالجملة بنوم. نيلوفر خانو، شكراً إلك. هوليا ملك؟ نعم خالي. كل عام وأنت بخير. يا الله شو حلوة خالي، يسلموا إيديكي. شكراً. يعني عجبتك؟ حلوة كتير بتجنن. هاتي، ما توخزيني حبيبتي، ما قدرت لف لك ياها، ما لقيت ورقة هدايا. مو معقول شو حلوة حبيبتي. شو هي اللي حلوة؟ على فكرة أنا سألتكن ولحد هلأ ما حدا جاوبني. جنجو بيك اليوم وعيد ميلادها، فقدمت لها هدية صغيرة، وبعرف طبعا ما لقد المقام. ايش لحية لشوف من ايدك؟ مستحيل اشلحها، هي هدية. ملك، انا عم اقول اشلحية هلا من ايدك. اشلحية ملك. مزبوط، مو مناسب لفستانك. معلش. حلوة كتير، شكرا لك خالي. ولو حبيبتي. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.